الجامعة المحترم، تحية مباركة من عند الله لحضراتكم. طبعا موضوع ندوة النهاردة عيون الكفيف في عيون الدراما. طبعا أنا لو اتكلمت مش هيكفيني، يعني الموضوع ده ياخد وقت كبير. يعني في البداية زي ما تفضلت الأستاذة منى قالت، تصحيح الألفاظ. طبعا أول حاجة بنسمع الضرير، الأعمى، يعني إيه الحاجات دي، طبعا إيه بتأثر فينا. فوالله الكفيف لما لو يتعلم زي أخوه المبصر هيثبت وجوده في كل حاجة. يعني البنت هتثبت وجودها في البيت. أنا أعرف زمايل ليا بيركبوا الأنبوبة، والله أنبوبة البوتاجاز. أعرف بردك زميل يقول أنا بصلح يعني الغسالة لو فيها حاجة، لو المكنسة الكهرباء فيها حاجة. يعني الكفيف زيه زي أي مبصر. هو اللي بيعوقه بس، يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا شايفاها اللي هي نقصاني بس هي إيه؟ المشي في الشارع يعني وكده والتعديل. إنما الحمد لله كل حاجة الواحد لما بيتعلمها بيجدها، لأن الكفيف مننا بيحب يثبت وجوده عشان محدش ينقده أو كده. يعني المفروض اللي يقدم الكفيف يقدمه بصورة شخص عادي، يعتمد على نفسه، يدعمه نفسيا، يحسسه بأهميته، لأن احنا عندنا الحساسية عالية جدا. فالمفروض يعني إن كانت الدراما أو كده زي ما بينزلوا يروحوا أي مكان في الصعيد بيشوفوا تقاليدهم وعاداتهم، طب ما يعملوا ده يشوفوا الكفيف يعني بيثبت وجوده في إيه، بيعتمد على نفسه بإيه، بيعول أسرة إزاي. برضو أعرف كفيفة بتعول زوجها وولادها ثلاث مكفوفين وزي الفل وكل حاجة بيعملوها، يعني وفي مكفوفين. هو كمان الأهالي المفروض اللي يجيله حد كفيف لما يكبر أو كده، يعني إشمعنا المبصرة في سن 13 سنة ولا 10 سنين يعتمدوا عليها؟ طب ما تخلي بنتك أو كده يعني تعلميه زي أختها المبصرة أو كده. يعني أنا بعرف أسر يعني تستنى براحتها خالص، لو نايمة وبنتها جعانة أو ابنها جعان، لا استنى لما أصحى. طب ما تعرفي مكان الحاجة عشان ما يبقاش معقد نفسيا. فالمفروض يعني الكفيف يتقدم بصورة مشرفة، بصورة انه يعتمد على نفسه، مش بصورة ان بيشحت بيمد ايده ما عرفش ايه. يعني الواحد بيسمع على حاجات بيتأثر من جواه نفسيا، خاصة المرة كمان لو شافوا حد كفيف مع حد يكلموا اللي معاه ويتجاهلوه هو. طب ليه؟ طب انا الحمد لله ربنا مدينا المخ اللي بيتحكم في كل حاجة، في العينين وفي الحواس المتبقية وكده. تم تكلمون ووجهون الكلام. واحنا الحمد لله لما بنثبت وجودنا في التعليم اي حاجه، والله العظيم انا حاجات كتير في البيت اتعلمتها من مامتي، ما كانتش بتعلم عن طريق السمع، ان كان الطبخ ولا تشغيل الخلاط ولا الحاجات دي. طب يعني احنا عندنا قدرات الحمد لله مختلفه. هي فكرة الندوة النهاردة، طبعا احنا عارفين الصور دي وعارفين الافلام دي كويس، دي النماذج والافلام والمسلسلات اللي اتقدمت عن الكفيف. طبعا هي لقت اعتراض كبير جدا جدا من المكفوفين، لان احنا بنشتغل معاهم وعندنا نماذج كتيرة جدا من الولاد اللي بيشاركوا معانا هنا في الايفنتات في الساية معانا، اعترضوا جدا على الافلام دي. يعني فيلم الكيت كات الشيخ حسني، واعترضوا على نعناع في صباح الكذب، واعترضوا على مين كمان، سعيد المصري في امير الظلام. اعترضوا على الحاجات دي لان قدمت الكفيف بشكل مبتذل وفي سخريه شديده جدا، ومقدمتوش زي ما هم حقيقي على ارض الواقع. يعني
احنا معانا طبعا يعني اجمل يعني نموذج واجمل هديه في حياتنا استاذه زكيه، طبعا هي مربيه اجيال، هي اللي بتعلم البرايل للاطفال المكفوفين، وهي ما شاء الله عليها عندها عطاء رهيب. فازاي انا اقدم الكفيف بالشكل ده في كل الافلام اللي بتتناول الكفيف بالشكل ده مش صوره سليمه، لان الولاد الباقيين اللي هم معانا واللي دايما انا ببقى فخوره بيهم كلهم خريجين كليات قمه وما شاء الله اعلام والسن، وبيدرسوا كمان في منهم دراسات عليا، وفي منهم اعلاميين، في منهم ناس دكاتره، وفي منهم يعني انا مش عارفه اقول فنانين وغيره، يعني على قدر كبير من المسؤوليه والابداع. فهي الفكره جت من هنا، ان انا ليه مصر اقدم الفكر ده والنموذج ده من الصوره المغلوطه عن الكفيف. هو عنده قدرات رهيبه جدا لازم اقدمها، احنا عارفين ان كل حاجه فيها الكويس والوحش، لكن لما انا بقدم طول الوقت وحش وحش وحش، هم ليهم الحق يعترضوا ان هم لا ليهم حق ان هم يقولوا احنا لازم يتقدم لنا برامج مختلفه وافلام تقدم نجاحاتنا. كملي اللي بعدها. دي لستة المكفوفين في عيون الدراما، جمعناها طبعا عشان نعرف طبعا الشيخ حسني قلنا لما قلنا في الكتكات، وسعيد المصري في امير الظلام، ونعناع صباحه كذب، ومصباح في تاجر السعاده، واحمد عاصم في الشموع السوداء اللي هو كان مين ممثل صالح سليم تقريبا، وكان طبعا محمد صبحي في وجهة نظر يمكن دي اقرب مسرحيه هم بيحبوها ومش معترضين عليها، لان قدم المسرحيه بشكل فيه توازن. طبعا طه حسين احمد زكي قدمه، وسميره احمد قدمت 5 ادوار مختلفه في 5 افلام في دور الكفيفه، هي صاحبه النصيب الاكبر في تقديم الدور ده، فقدمت اغلب من عينيا، ورجل في حياتي، وانديل ام هاشم، والعمياء، وجسر الخالدين. دي الاعمال، وفي غيرها طبعا اعمال كتيره قدمت، لكن دي ابرز الاعمال اللي هم بيعترضوا دايما على بالذات المجموعه الاولى، اكتر اعتراضهم عليها ما عدا مسرحيه محمد صبحي طبعا، واذا كان مسلسل الايام طبعا كان جيد جدا، لكن الافلام الثانيه دي قدمت الكفيف بشكل مش واضح الصوره بشكل كويسه جدا، طلعاه ان هو ماده للسخريه لا اكثر ولا اقل. تمام يا استاذه؟ يعني الخلاصه ان الكفيف ما ينقصوش اي حاجه، تعليم، بيقرا نفس اللي مكتوب في المبصر، بيحقق هدفه، تليفون بنستعمله، يعني اي حاجه عايزين نعملها بنعتمد على نفسنا فيها. هو زي ما قلت لحضراتكم، بس هو انا اللي شايفاه العقبه الوحيده بس هو المشي في الشارع طبعا وكده، لكن الحمد لله الواحد قايم بذاته، ويا ريت كل اسره كده ما تخلي كل لو عندها كفيف ولا كفيفه يعتمد على نفسه عشان يحس باهميته، ما يحسش انه مخدوم من الالف للياء وكده. خلاص طيب، كان في بحث معمول لطالب كفيف في جامعه الفيوم، كان عامله باسم مثلني صح، وبيقول ان الدراما شوهت صورتنا. هو الطالب اسمه محمد حمدي، مدرسه النور المكفوفين، سوري مش كان جامعه، كان مدرسه النور المكفوفين محافظه الفيوم. هو عمل بحث عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، فدايما فهو قال تؤلمه دائما فكره تجسيد المكفوفين بالدراما المصريه والعربيه، يشعر انهم يبعدون عن فكره ان يكون الكفيف مبدع او عالم، انه يرى في الظلام طموحات واحلام يعافر كثيرا لتحقيقها. لذلك قدم هذا البحث السلوكي خلال مسابقه الايسف للعلوم والهندسه بعنوان مثلني صح، يعني يقصد ان لو هتعملوا افلام او مسلسلات او حاجه تمثيليه تعملوها مظبوط عننا. وبيقول في اليوم السابع كمان لا يعجبني تمثيل المكفوفين بالدراما على الاطلاق، فكثيرا يظهر الكفيف على انه قليل الحيله ولا يستطيع ان ينجز شيئا، ويكون احيانا مختل عقليا، وهو ما يسبب لنا الكثير من الحزن والوجع، ويشوه صورتنا في مجتمعنا، ولم يكلفوا انفسهم جهد البحث والتعمق في الشخصيه الحقيقيه للكفيف، ويبعدون عن الواقع. تعالي يا استاذه.
البحث ده طبعا فعلا لما يكون الكفيف مهمل او حد يعني عايز يعمل له اللي هو عايزه اجباري طبعا ما بيحسسوش باهميته. وانا بنتهز الفرصه، يا ريت يا ريت احنا لينا يعني لينا مطالب في اي مكان. وطبعا احنا الحمد لله انا حاسه برضو ان السنه دي ان احنا مش مهمشين زي الاول الى حد ما. لما نروح اماكن عامه يا ريت يا ريت ما نقفش في الطابور لما يكون لنا طلب، لان يعني اللي اولا بنوصل بصعوبه، وبعدين يعني كمان ممكن يعني احنا نوصل بصعوبه واللي يكون موصلنا عايز يمشي بسرعه وكده، فيا ريت طلبنا ما يتاخرش وكده. هو الحمد لله في اماكن مستجابه، وانا كنت متعامله مع اماكن قريب ان كان في طابور جامد يعني في شركة تليفون الحقيقة والله، قعدونا على المكتب وخلصوا لي طلبي. يا ريت يعني من طلباتنا ما تتحققش بصعوبة. الفيلم ده يعني اعترض عليه طالب تاني بحث تاني، قال لك ان المكفين ما بيقدموش قدرات خارقة، وما بيحصلش كده طبعا، يعني مستحيل ان ده كده يحصل، ولكن هو الفيلم قدم ده. الفيلم يا أستاذة بتاع أمير الظلام بيقدم من عادل إمام بيسوق الطيارة، ده كان اعتراض على الفيلم إن هو إن حد يسوق طيارة، وهو كان في كمان لفظ إن هو أعمى كمان، إحنا بنقول عليهم مبصري القلوب أو المكفوفين مثلا لو هنتكلم، لكن إحنا بنحاول نصلح المفاهيم إلى حد ما علشان نقرب وجهات النظر من بعض. رأيك يا أستاذة؟ هو طبعا المفروض ان الكفيف يتفهم صح، وما يجيش يعني في اي يعني عايزين يقدموا حاجه يقدموه في صوره كويسه زيه زي اي مبصر، يقدموه في الحاجه اللي هي في متناوله، يعني مش معقول طياره، مش معقول في الحاجه اللي هو يعرف يعملها ويحقق فيها ذاته. كمان الطالب اللي عامل بحث وجه نداء كمان للمؤلفين ان يكون هناك تقرب للمكفوفين على ارض الواقع، يبقى في صوره تقريبيه ما يبقاش بالشكل اللي هو بيتقدم بيه الدراما. كمان لفت الطالب في بحثه ان الدراما المصريه بتعرض شخصيه وقضايا الكفيف بشكل سلبي، حيث يتم تشويه الكفيف حسب رؤيه ووعي المخرج والمؤلف، أو إن هو إنسان مثير للشفقة أو السخرية. وهنقدم حاجة تانية برضو نفكركم بيها، زي ما احنا قلنا إن بيقدموا في الأعمال الدرامية الكفيف على بتصفه بالعجزة والعميان والعيلة دون الالتفات لمشاعر المعاقين الذين يشاهدون أو يتابعون تلك الدراما أو ذوي الهمم زي ما بنقول. ده على عهدة الباحث اللي كان كاتب الكلام ده. هنشوف كمان هو أعطى الطالب في بحثه بعض الأمثلة لتجسيد قضية الكفيف، إن هو إن يكون هنا البطل خارق بس شخصية عادل إمام فيلم أمير الظلام زي ما شفنا طيارة، أو صورة مجنون أو لص قدمه محمود عبد العزيز في الكيت كات، وهنعرض جزء برضو فكركم بيه اللي جسد فيه شخصية الشيخ حسني، والشيخ حسني دي عليها جدل رهيب من المكفوفين، ما محدش بيحب العمل ده لأن طبعا كان فيه إسفاف شديد جدا للكفيف. كمان أكد الطالب أن الباحثين حللوا العديد من الأفلام اللي تناولت شخصية الكفيف واعتبروها أفلام فاشلة، وده حقيقي معظم الولاد اللي قعدنا معاهم قالوا نفس الكلام، لا تستطيع أن تنفذ إلى نفسية الكفيف وأغفلت العديد من المظاهر اللي بيتصف بها الكفيف، كما أن هذه الأعمال تعتمد على عنصر المفاجأة حيث يظهر الشخص الكفيف بشكل مأساوي في بداية العمل وينتهي نهاية سعيدة، يعني هو ده الهدف من الأفلام، وبالتالي يخلو العمل من الواقع ولا ينقل معاناة الكفيف أو مشكلاته. تمام كده؟ نعرض حاجة تانية بسيطة؟ ماشي، عريدي الشيخ حسني. هنشوف البحث التاني. والله أنا لما عملت سيرش على الموضوع لقيت ناس كتير عاملة فيه أبحاث فعلا. هم لا مش ده يا جنة، طبعا هو مش خارق ومش هيسوق موتوسيكل، مش هيحصل، بس احنا بنقدم النماذج الغريبه اللي قدمت الكفيف كده، مش هيعمل كده على فكره. ومعانا استاذ زكيه تاكد الكلام ده، هو مش هيحصل. ريتال
مش هيحصل ده. تعليق يا استاذ علي. انا برضه بنتهز الفرصه واكرر واتمنى يا ريت الكفيف ما يجيش في صوره استهزاء وسخريه، يا ريت يجي في صوره مشرفه، يجي في عمل يعني يشيد به الناس اللي زي ما بيشيدوا بمبصرين. يعني هم مركزين، انا اللي بلاحظ المركزين على ان الاطفال اللي بيحفظوا القران المواهب. طب ليه؟ طب ما في قدرات تانية وفي اعمال تانية، في مدرسين الكمبيوتر ده من اوله لاخره عارفين حاجات احسن من المبصرين، في مدرسين في المدارس بيثبتوا وجودهم، ومدرسين في الجامعه، يعني في اشغال فنيه. الحاجات دي ليه يعني ما يتناولوهاش زي ما بيتناولوها مع المبصرين وكده؟ اتمنى. زي ما استاذه كي اكدت برضو على الكلام ان احنا مش هينفع ان الكفيف يفضل يتقدم بالشكل ده. كان في كمان باحث في جامعه السلطان قابوس دكتور سعيد محمد السيابي، ده هيقدم بحث برضو اتكلم عن نفس الموضوع اللي هو الدراما اتولت ازاي، الكفيف ازاي قدمته، فالعلاقه المتبادله بين الدراما والمكفوفين. هو اشاد واشار كتير للعلاقات التبادليه بين المرسل والمستقبل، المرسل هو سائل الاعلام والمستقبل هو الجمهور او اللي بيمثله المجتمع. وقال ان الدراسات العاديه اجريت في مجال الاتصال ان الراديو والتلفزيون لهم تاثير واضح جدا على افكار واتجاهات وسلوك الجماهير. يعني انا طول الوقت، بمعنى طول الوقت انا بقول ان الكفيف هو ماده للسخريه وان هو عنده قدرات خارقه، طول الوقت بيطير وطول الوقت بيسوق موتوسيكلات وعجل وحاجات كده، فانا بصدر يعني شكل او رؤيه سلبيه تماما عن واقع الكفيف طبيعي يعني في مجتمعنا. قد ايه هو بينجز وقد ايه هو مبدع، مش هو بيعمل حاجات خرافات طول الوقت، لا طبعا هي القصه كلها مش هو يملك الخرافات وان هو طول الوقت بطل خارق وبيعمل حاجات عجيبه، لا طبعا هو ده مش صح ومش سليم. كمان قال يقتصر دور هذه الوسائل على مجرد عرض الاراء والافكار بل تعدل التاثير في اتجاهات بتدعمها او تبديلها. كملي يا جنه. الواقع النقدي لحضور صوره ذوي الاعاقه البصريه في الاعمال الدراميه دور التفكير الجاد بصناعه جديده لصوره المعاق في وسائل الثقافه والاعلام، هو ده البحث اللي كان معمول في جامعه السلطان قابوس. كان بيقول بما تحمل هذه الصوره من نبل وانصاف وتاثير على المتلقي على وفق اعتبار الاعاقه جزء من الحياه اليوميه، وعلى البرامج المعده عن المعاق لا تعدو عن كونها نمط مالوف لا توقع المعاق بالحيفة ولا تجعل اضطهاد وامتداد لسلسلة الاضطهادات تعرض لها على مر الحقب العديدة. هو ملخص الكلام انه مش الكفيف هو دي يعني طبيعته، لا هو طول الوقت معرض لهذه السخرية. في كمان فيلم كمان احنا رافضين الصوره دي، رافضين ان الكفيف يطلع بالشكل ده. انا يعني نفسنا يطلع بالشكل الطبيعي المنطقي اللي بيطلع بيه واللي هو موجود بيه حقيقي في الواقع من تحدي ونجاح واصرار على النجاح. على ماذا يركز الاعلام؟ هو بيركز على ايه؟ لا يزال الاعلام يركز على تناول قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه على نموذج البطل، زي ما قلنا طول الوقت عامله بطل. هو مش البطوله انه يسوق طياره زي امير الظلام، ولا زي الشيخ حسني يسوق موتوسيكل، ولا بالصوره المبتذله في صباح وكذب، لا مش هي دي الصوره السليمه اللي احنا تعودناها من المبصرين القلوب او المكفوفين اللي احنا شايفينهم ان هم زي استاذه زكيه طول الوقت هي مربيه فاضله بتغرس التربية السليمة والقيم في الأطفال لغاية ما ما شاء الله خرجت جيل وجيل ما شاء الله عليهم يعني حاجة على مستوى عالي من العلم والثقافة. الصورة دي لازم تتغير، والصورة دي في الإعلام لازم نغيرها ونقول إن لازم يتغير ويتحط بدلها شيء محترم وشيء يعني يقدر، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في ندوة قصار القامة وقلنا طول الوقت بيطلعوهم يضحكوا عليهم في الأفلام. نفس الفكرة احنا بنقول لا، في منهم برضو ناس مبدعه كتيره جدا، مش كل قصار القامه او الاقزام زي ما بيتقال عليهم قديما طول الوقت هم نستهزأ بيهم وطول الوقت نضحك عليهم، لا بالعكس. لازم نغير ده. ونغير ليه؟ مش عشان انا قلت او استاذه زكيه قالت او لا،
علشان هو ده حقهم، علشان هم بني ادمين وانسان في المقام الاول وربنا كرمهم. ما ينفعش ان احنا نطلعهم بالصوره دي وانا اروح اضحك عليه. هم بيزعلوا على فكره جدا جدا، واذا كان حد من قصار القامه كلمونا قالوا احنا بنزعل من الافلام دي، مبصري القلوب او المقفين كلمونا قالوا احنا بنزعل من الطريقه اللي بنقدم بيها او الاعلام بيقدمنا بيها شكل مش منطقي ومش مطلوب. طيب كان في كمان تحقيق بصحيفة شبكة الكفيف العربي 2019، كان التحقيق ده كمان بيتكلم عن الدراما والتجسيدة للشخص الكفيف. قال ان الشخص الكفيف اما انه رجل شيخ بركة كالعادة يعني، او انه شخص سيء الخلق والطباع حد المزاج عنيد يرى نفسه دائما على صواب وليس هذا. فحسب ان الثقافة المجتمعية صدقت هذا التصور واستمدت نظرتها عن الشخص الكفيف من الدراما اللي انا قلته من شوية. طول الوقت احنا مصدرين الصوره دي. عارفين الناس بيتعاملوا معاهم ازاي في الشارع؟ لما بيشوف حد كفيف بيطلع له فلوس يديه له فلوس في ايده، لان انا فهمته طول الوقت ان هو شيخ بركه او اللي هو المقرئ على المقابر اللي بيقبل الفلوس اللي هو لازم اديله في ايده فلوس طول الوقت، او مش هو كده. فهم اولادنا تعرضوا لكده على فكره في المواصلات، تعرضوا للطريقه دي ان حد يفكروا ان هو شحات او ان هو مدام كفيف يبقى ما ينفعش ان هو يبقى شخصيه محترمه او متعلمه. المجتمع اتصدر له الصوره دي من هنا، فهي الفكره دي اللي ضايقت الولاد. وعشان كده 100 تحقيق و100 بحث اتعمل في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده. كمان ابرز الصعوبات اللي بيواجهها الاكفاء في عالمنا العربي، هنقول ايه؟ ان المجتمع يرانا، ان هي نفسنا، ان المجتمع بيقول على حدته انه يرانا الناس والمجتمع اي بعين منصفه او باعين منصفه زي ما هم نفسهم بيشوفوا ويصدقون اننا اشخاص لنا ما للاخرين وعلينا ما عليهم. احنا زينا زيهم، لينا ما لينا وعلينا ما علينا نفس الكلام. يعني انا انسان في الاول وفي الاخر، بلاش ان انت تحطني في نقطه او في صوره انا مش هي مش زيها، عمري ما هوصل لها. ما ينفعش اسوق طياره، ما ينفعش ابقى اعمل الحركات اللي بتحصل في الافلام دي. مسرحيه وجهه نظر قدمت برضو صوره الكفيف اللي قدمه محمد صبحي، من هنقول يمكن من الاعمال اللي اثنى عليها المكفوفين وعلى دور محمد صبحي في المسرحيه. لما محمد صبحي نفسه طلع اتكلم في الاعلام قال ان انا اتربيت في منزل فيه 5 مكفوفين من عائلته، علشان كده هو اكتر حد لمس الواقع بتاع الكفيف وقدمه الى حد ما، مش هنقول بشكل 100% طبعا، لكن الى حد ما معتدل. لما بنتكلم مع الولاد وبنشوف رايهم، هما شايفين يمكن العمل الوحيد اللي فيه شويه اتزان مسرحيه وجهه نظر. واحنا عرفنا ده لما عرفنا من نفسه محمد صبحي قال ان هو اتربى في عائله فيها مجموعه مكفوفين. اتفضل يا استاذ. هو انا في رايي ان المشكله اللي بتقع على عاتق الاسره اولا واخيرا، المفروض اللي لديها اللي عندها كفيف لازم يهيئه يكون في احسن صوره عشان ما حدش يستهزأ بيه. فيا ريت كل اسره ما تسمحش لأي حد ينقد ابنها أو بنتها، وتعلمه الاعتماد على النفس وتخليه في صورة مشرفة عشان محدش يتنمر بيه ولا يستهزأ بيه. وياريت تخليه يعني تعرفي كل حاجة من حيث اللبس، الألوان، الأكل، يعني الأكل مكانه فين، كل محتويات البيت، كل البيئة المحيط بها ياريت يكون إيه على دراية بها، عشان إيه ما هو لا يعني يبقى نفسيته تتعب ولا حد إيه، عشان يشرفها حتى لما يشرفهم لما حد يجي عندهم، يبقى هو إيه ما يبقاش زي الكرسي اللي قاعد عليه أو كده، هو اللي يتحرك وهو اللي يقدم زيه زي أخوه أو أخته عشان ما يحسش بنقص. نهاية تحقيق الصحيفة اللي قالته صحيفة شبكة الكفيف قالت ولكن الأهم هو خروجنا نحن المكفوفين من هذه الشرنقة وتغيير وجهة نظر المجتمع فينا بأنفسنا دون الاعتماد على الآخرين، وأن نؤمن أن من حقنا العيش مع الآخرين دون تقليل منا.
او من دورنا وقدراتنا في هذا المجتمع. وهو ده اللي بيعمله المكفين دلوقتي، ان هم بيظهروا بنفسهم وبيكلموا عن قدراتهم وعن نجاحاتهم. يعني ولادنا لما بيقفوا على المسرح ده بقدراتهم وبنجاحاتهم، ان هم خريجين كليات قمه او ناجحين في مجالات اخرى كبيره جدا في حياتهم. فهو ده اللي بيحاولوا يوصلوه للمجتمع، ان احنا قادرين نكمل ونقول ان احنا عندنا افكار كبيره جدا جدا، وان احنا مش قليلين، ومش الصوره الغريبه النمطيه اللي طلعت طول عمرها عننا في الاعلام اللي بتقول ان احنا الشخص غير قادر على الكلام والعطاء والنجاح. بالعكس، هم قادرين على ده كله. كمان هو مقطع من فيلم بلايند فازر، بيقدم نموذج آخر من زوايا أخرى عن الكفيف، بس طبعا أكيد فيلم كويس جدا وقدم الكفيف بشكل لحد ما معقول. إحنا والله يعني طيب، هتقولي حاجة يا أستاذة؟ أنا هاخد بعد حضرتك الأول. وأخيرا نشكر حضراتكم على حسن استماعكم، وندعو من الله عز وجل أن لما تتجدد الندوة القادمة تكونوا بكامل الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا لحضرتك. آخر حاجة بنقولها، النظرة اللائقة للكفيف بعيون الدراما والمجتمع، ويجب أخذها بعين الاعتبار. يجب الأخذ في الاعتبار بأن الكفيف ليس متسول ولا عالة ولا شيخ ولا من كتر الحاجات اللي بنقولها، ومنهم الجيد والسيء مثل أي يعني المجتمع كله فيه الجيد والسيء، ومنهم المبدع والمتفوق دراسيا والإعلامي ودكتور الجامعة والمربي والفنان والمدرس، وهو إنسان. ده اللي بنشدد عليه في الآخر، إن الكفيف هو إنسان ولكل احترام وتقدير. طبعا بشكر أستاذة زكية، الأستاذتنا الفاضلة المربية الجميلة، بشكرها جدا، وبشكر حضراتكم جميعا، وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا حضرتك.